صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. ورد عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه في خصوص الصيام وشهر الطاعة ونحن ما زلنا فيه أنه قال: صوموا تصحوا. صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. كثير من الناس يتساءلون عن فلسفة أنه الإنسان يصوم شهر كامل من أشهر السنة، ما الحكمة؟ ما الخصيصة؟ ما الفائدة من أن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة هذا المنهج وهذا السير وهذا البرنامج؟ هل هناك فائدة منه؟ لماذا الإنسان يحرم نفسه من ملذات الحياة؟ لماذا الإنسان يحرم نفسه من الطعام والشراب؟ هل هناك فائدة لهذا الأمر أو لا؟ أن الله سبحانه وتعالى فرضه هكذا عبثا. واحدة من المفاهيم التي تتبادر إلى الذهن بهذا الحديث أنه الله سبحانه وتعالى عندما وضع هذا البرنامج فإنما وضعه لا شك لحكمة بالغة ولفائدة كبيرة عظيمة. أول مردودها هذا الحديث النبوي الشريف أنه لو لم يكن في الصوم وامتثال هذا الأمر إلا هذه القضية فهي رأس مال كبير للإنسان الذي يريد أن يتمتع بحياة طيبة صحية. اليوم أنت ترى كثير من المؤسسات وكثير من الهيئات وكثير من الأموال تصرف على قضية، هذه القضية تسمى برنامج الغذاء، أنه كيف تتحكم بغذائك، كيف تتحكم بطعامك، ما البرنامج المفروض أنه تتخذه لكي يكون جسمك وروحك ونفسك أنه تعيش الصحة، تعيش الانفتاح على الحياة. هناك كثير من الهيئات اليوم توضع وتصرف أموال، وكثير من الناس يأتون بمدخراتهم ويعطون الأموال لكي يعيشوا هذه التجربة ويمتلكوا صحة ويمتلكوا قضية من القضايا تؤهلهم أن يعيشوا حياة مديدة طويلة عظيمة. اليوم أنت لما تمر بحياة الزهاد وحياة الأولياء وخاصة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، تشوف أنه عندهم هذه البرامج للأغذية. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، غذاء شنو معنى؟ قرص شعير ولبن وملح، وشوف أنه يقاتل الأقران، بينما تجد إنسان يضع الأطعمة واحدة فوق الثاني لكن يعيش المرض ويعيش الاضطراب لأنه ليس عنده برنامج. الله سبحانه وتعالى وضع برنامج الصوم، وأول قضية يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأول فائدة هي أنه إذا صمت تكون عندك فائدة، هي فائدة الصحة. لكن إحنا الآن ممكن واحد يتساءل أنه هذا الحديث الآن ينطبق على واقعنا مثلا؟ لو شوف إحنا اليوم ترى طوابير موجودة في المستشفيات، مو موجودة في دوائر الصحة، وخاصة الآن ممكن كثير من الناس بعد الإفطار أو قريب من السحور شوفوا وين يروحون
طبابة للصحة. ليش؟ لأن هؤلاء لم يعرفوا فلسفة الصوم حقيقة، وعن كأنما عندنا نحن سباق للطعام من الفطور إلى السحور، وهذا من الأخطاء الشائعة. يعني الإنسان ما عنده وعي بالطعام، أنه كأنما الطعام هدف وليس وسيلة. مو هذا الإنسان يقول، شو يقول؟ يقول آكل لأعيش ولا أعيش ليأكل. فرق بيناتهم إنسان عايش للأكل وإنسان لا يتخذ الطعام شنو؟ وسيلة لكي يؤدي رسالته. كل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف يؤذي الصحة. الإسراف التشوف أنت اليوم ترجع أنه الأغلبية المطلقة من المسلمين أنه يصرفون في شهر رمضان أكثر ما يصرفون في غيره من الأشهر، خلاف طبعا الفلسفة. اليوم إذا احنا مثلا نكتفي بوجبة مثلا على الغداء بوجبة واحدة، تعرف أنه على الفطور الآن في شهر رمضان يكون عدة مثلا 10 أو 15 وجبة من الوجبات قدامنا من غير العصائر وكذا وكذا. ليش؟ وكأنما إحنا شنو نخاف أنه والله بعد شوية راح يصير سحور، يعني ممنوع تأكل، فأنا خلنا أتخذها شنو سباق أكل. يعني حتى بعض الأحيان أذية للإنسان. فأول قضية تتبادر إلى الذهن من الصوم هي قضية الصحة. لكن أنه دائما نقول لما الإمام الرضا يقول كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني آمنة من عذابي، لكن شو يقول بعدين؟ يقول بشرطها وشروطها. أنت كذلك صوموا تصحوا بشرطها وشروطها. أيضا اعتدال ممتاز للإنسان أنه يعتدل في مطعمه في مشربه حتى يحصل على هذه الميزة. شوف ترى بعض الأحيان يعني الأجانب عندما يقلدون المسلمين في الصيام، ترى أخذوا هم الفلسفة ونحن أخذنا القشرة. ترى وحقك كثير من الأحيان الأجانب عندما يلتزمون ببرنامج شهر رمضان، يعني مو امتثالا لأمر الله، وإنما يقول لك هذا برنامج جيد ممتاز. أنا بالنسبة لي الباحث عن الصحة والباحث عن الحياة والباحث عن قضية أخرى راح أذكرها، يقول هذا البرنامج أشوفه جدا ممتاز ومتقدم. يعني مو شيء فد شيء تباوع له وتنظر له نظرة أنه والله هذا عبث، لا، برنامج متقدم. يقول أول قضية أنا لما شو اسمه هذه الحسابات، الطعام الشراب المشروب مثلا مهما كان، أنه أنا أوفره هذا في النهار وبالليل شنو هذا البرنامج، أنه ما دام أنا موفر به أنا عندي فد قضية أخرى. شوفوا راح يطلع مزاجه جدا ممتاز. وأنا شفت قبل يومين أو ثلاثة أكو مقطع فيديو لنائب من نواب البرلمان الكندي، هذا الرجل يقول أنا صمت للسنة الثالثة أو الثانية مع المسلمين في شهر رمضان، ولكن هو أيضا فلسفه أنه قال أنه أدخرت هذه الأموال للفقراء للمحتاجين، أنا أعطي هذه الأموال بدل ما أصرفين، يعني أشرب 2 كوفي 3 كوفي باليوم، أنا هذه كلها حاطة وين؟ هو طبعا حاسب حساب. إحنا بعض الأحيان ترى مثل ما قلت أنه ذولي يحسبون حساب أنه أنا ماذا أشرب؟ أشرب الصبح كاس وبعد الظهر كاس، وين يخلي فلوسن؟ يخلي فلوسن بصندوق موجود، وبالتالي وين آخر الشهر وين يعطيهن لهؤلاء المحتاجين. وحقك ترى كثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يثيب ويعطي. أنا لحس جزاء ليس ثوابا وإنما جزاء. ترى الحيوان إلى جزاء، والكافر إلى جزاء، والمنقطع عن الله إلى جزاء. الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يترك إنسان يقدم للإنسانية أو كائن يقدم لهذه الحياة شيء ولا يعطيه عوض. هذا موجود في العقائد أن الله سبحانه وتعالى يعوض. شوف هذا، لا تقول هذا كافر أنه الله سبحانه لا راح يعوضه. واحد من العرفاء يذكر هذه القضية، وإن كانت الآن اللي يشوفها يشوفها مضحكة حقيقة، يقول والله كيف هذا الإنسان، يقول الذي اخترع المروحة، هذه المروحة التي نستمتع بهوائها،
يقول أنه رأيته في جهنم وقدامه مروحة. يعني من العجائب الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول له أنا أعطيك وفق هذه المزية أعطيك فت قضية أخرى. فصوموا تصحوا، أول فائدة. الفائدة الثانية وهي هذه يعني جميل، أنه الآن نسبة مثلا 25%، نسبة 30%، نسبة 40%، أقوى مشاعر عند المسلمين وعند المؤمنين في شهر الطاعة أنه الإحساس بالفقراء. الإنسان الذي يجوع يعرف معنى أنه أكو جياع، أكو عوائل محتاجة، أكو. هذه واحدة من فلسفات الصوم، فلسفة الطاعة. الله سبحانه وتعالى ترى ما ينال من شيء من عندك، يعني عطشك وجوعك ونسكك أصلا ما راح يأخذ، يقول لك أيها الإنسان هذا لك، إلك هذا، ترى كل مردودة إلك أنت كلما تحملت، لكن أريدك أنه بصيامك بقيامك أنه تتذكر مسألة غاية في الأهمية، هي مسألة التكافل الاجتماعي. دير بالك على هذه القضية. لذلك احنا في الروايات وفي القصص وفي المأثور الله سبحانه وتعالى يعطي ثوابا جزيلا عظيما على مسألة العطاء. لذلك الرسول لما خطب في خطبة الجمعة أو في آخر جمعة من شعبان في شهر رمضان قال أنه من أضاف ضيفا في هذا الشهر، من أفطر صائما فله مثل أجر دون أن ينقص منه. بل هناك روايات تكثر الأثر. المجتمع اللي كان موجود شنو؟ مجتمع فقير ما عنده. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. احنا الحمد لله بحمد الله، انت شايف عندنا اليوم منه ما عنده ثلاجته، منه ما عنده براده، منه ما عنده فت قضايا موجوده، لكن احنا وين نشوف؟ قال يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. قال اتقوا الله ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشق تمره. شايف هذه التمره؟ لذلك انه لما يدعوك اخوك البيت يقول لا تفطر، حصل الثواب هناك. ترى القضيه اذا افطرت ببيتك شوي بيها، لكن يقول روح افطر وين؟ ببيته. لا تفطر ببيتك ما دام دعاك. اتقوا الله ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشربة ماء. شربة ماء هذه سبحان الله. فقضية أنه الشعور بالفقراء، يقول الإمام الصادق عليه السلام إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقراء، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه أو يساوي بين خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليروا أو ليرقوا على الضعفاء فيرحم الجائع. الغني شوف الله سبحانه وتعالى جعل له قانون في هذا الشهر، انت غني عندك اموال عندك كل شيء، لكن انت من الصباح الى المساء ممنوع عليك ان تمس. قانون انت عليك ان تتذكر الفقير. ليش الفقير مو ممنوع ما عنده قانون؟ لكن العين بصيرة واليد قصيرة لا يستطيع أن يشتري. وشوف احنا اليوم فد عندنا قضية جدا مؤذية حقيقة. اليوم عندنا هذه وسائل قضايا الفيسبوك وقضية تويتر وقضية هذه قضايا التواصل الاجتماعي. شوف حاط له فد أنه سفرة طويلة عريضة فيها أنواع أشكال ما شنو حاطها. أنت تعرف أنه وإن كنت أنا بعض الأحيان أقول هو الفقير المفروض ما يكون عنده انترنت يعني، لكن هالشافعة نفترض واحد شواف لياها ويشوف هالسفرة هذا شو يصير بيش يقوله؟ ترى وإن كان في مسألة الضيوف
يقول الإمام سلام الله عليه لو أن أحدكم أنفق 1000 على مائدة ما كان مسرفا في مسألة الضيوف. لا أبدا، الإسراف هو أن يرمى هذا الطعام، الإسراف هو أن يوضع في الزبالة. لذلك أنه في الاستفتاءات ترى السيد السيستاني قالوا له أنه قطعة خبز نرميها بالزبالة، قال لا يجوز لكم ما دام يستطيع أن ينتفع بها إنسان أو طير أو حيوان. يعني يوم بدل ما تذهب بالزبالة شوف أكو تقول والله بالحديقة موجودة أكو طير أكو فتخضية، أرمي الخبز وين؟ هناك حتى يستفيد من عتها هذا الحيوان أو ذاك الحيوان. بينما لما ترمى وين تروح هذه؟ تروح للهذا. فالإنسان واحدة من فلسفات الصوم التي يستفيدها الإنسان هو أنه الإنسان يشعر بهؤلاء. ولا تقول ترى ماكو فقرة، حقيقة أكو فقرة، وإذا ماكو فقراء بلادنا ترى اليوم يقولون. يعني قبل تقريبا أسبوع أو أكثر قرأت برنامج أنه يقول تقريبا 5 ملايين طفل معرضين في الصومال إلى المجاعة. تشايف الصور اللي جاي تظهر؟ ترى الإنسانية ترى مو بس جماعتنا المؤمنين، والله ها إحنا جماعتنا ما عندهم فقر، لا تشاو هذول الجماعة، هؤلاء الناس. أمير المؤمنين يقول أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وما جاع فقير إلا بحجب الغني، تلك الأموال عن هؤلاء. فإحنا ليش أنه إذا أكو جياع عندنا أهلا وسهلا، إذا ما أكو جياع ترى ما يحتاج إلى استفتاء. أنه إذا شفت لك ناس موجودين وحقك اليوم ترى أبواب الخير جدا كثيرة واسعة، واحدة من أبواب الخير تتعرف أكو ناس هذا الماء الذي حولنا، شوف هذا تقول بعض الأحيان إيش كثر ماي يمنى، شوف أكو دول أنه محتاجة إلى حفر بئر، بئر ماء حتى الناس تشرب الحيوانات تشرب. هذا الإنسان المفروض الغني أنه يشعر بهذه الحاجات. ليش الصوم شهر تفكر وليس شهر فقط بس عبادة هكذا، يعني صلاة أو صوم أو تسبيح، شهر تفكر. أنت في باقي الأشهر شو عندك؟ ما عندك قضية أنه والله أنا راح أتغدى راح أتعشى ما كذا، هذه الآن لا غدا ولا روب. يعني المفروض هذه المساحة اللي كنت تشغل بالك بيها في بعض الأحيان في مسألة الطعام المفروض انشالت. لذلك أنه لا، التفكير وين يصب؟ يصب في جهة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. الحمد لله، أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع، إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات
وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عودا على بدء، أنه الفائدة الثالثة من مسألة الصيام، وهي فائدة جزيلة تعين الإنسان في حياته وتعينه على آخرته، وهي مسألة غاية في الأهمية، مسألة الصبر. أن الله سبحانه وتعالى ميز الصابرين عن غيرهم وأعطى لهم جزيل الثواب. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، وكذلك في إيمان لا صبر معه، لأن الإيمان الذي ليس عنده هذه الضابطة إيمان متزلزل، إيمان يتضعضع عند كل نائبة ويقع فريسة للشيطان وفريسة للوساوس. وواحدة من الأشياء التي تعين الإنسان في مسألة قضية الصبر هي مسألة الصوم، واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة الركيزة على مسألة الصبر. شوف أنه الصابرين لهم باب من أبواب الجنة يدخلونه بهذه الميزة وبهذه الخصيصة، لكن ممكن أنه الإنسان يتبادر إلى ذهنه أنه والله الصبر إذا جاءتني نائبة. لا، الصبر مفهومه واسع، الصبر مفهومه فضفاض، أنه الصبر عن الشهوات والصبر عن كثير من الأمور التي بعيدة عن مسألة قضية المصائب وغيرها. الإنسان الذي يصبح عنده جدار صد ضد كثير من المغريات في الحياة الدنيا، هذا إنسان صابر وإنسان لا تحركه هذه الأهواء. كثير من الناس يشوف إذا فقد عزيز أو فقد أحبة يكون ما يهتز، لكن ممكن يسقط في امتحان مال، ممكن يسقط في امتحان منصب، ممكن يسقط في امتحان من الامتحانات الثانوية التي لا يلتفت إليها الإنسان، ويقول والله أنه هذه فرصة، بينما هذه نكسة وليس فرصة. الإنسان الذي يكون في منصب ويصبر عن الرشوة مثلا، يصبر عن الظلم مثلا،
هذا إنسان عنده مبدأ وحصل مبدأ من هذه الدورة الربانية. الله سبحانه وتعالى جعل الصوم أنه كي يستعد الإنسان بهذه القضية، أنه يكون صابرا، صابرا بماذا؟ العين، الإذن، الفم، القلب، الفكر، الجوارح، كل هذه ما دامها مقيدة بماذا؟ يعني إذا تعرضت إلى اللهم إني صائم، فمعناها شنو هذا؟ معناها أنه أكو تكبير. تقريبا إذا تخلي إيدك في جبس مثلا 3 أيام 4 أيام أسبوع، لما تريد تحرك هذه الإيد بعد ما يفكون الجبس تكون شو تحركها؟ بصعوبة، ما تحركها بسهولة. شوف يحتاج لك وقت. يا الله أنت لما تقيد نفسك، وهذا مفهوم الصوم الحقيقي طبعا، هذا اللي يقول عنه واحد من العرفاء هذا الصوم الملكوتي، يعني تخرج من عالم الملك وين تصير؟ بعالم الملكوت، يعني كل مغريات الحياة الدنيا ما تمر بها بعد، وين تصير؟ هنا تصير ذيك الساعة لما تريد أنه تخرج من شهر رمضان هاي 33 يوم أو 29 يوم، شو تصير؟ تصير شوف يدك مكبلة، عينك مكبلة، لسانك مكبلة، أذنك مكبلة، بحيث أنه أنت الآن شو تقول؟ إذا سمعت لغيبة ماذا تقول؟ يقول يا أخوان إحنا صايمين، يعني شنو؟ أكو حاجز عن هذه القضية، إذا ما مفعل غير قضية، لكن الآن الحاجز في شهر رمضان كنت وين موجود؟ موجود على مائدة الكريم. ومائدة الكريم وين هو؟ بعيد عني؟ الحج بينه مسافة 2 أو 3 متر، لكن تعال أنه وين؟ وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. انتهت القضية. بل يحول بين المرء ونفسه، يعني هذه النفس ماكو أقرب بعد من عندها إلي، يقول لا أنا أحول بينك وبينها. إذا مشيت على هذه القضية فعلت هذه في هذا الشهر الكريم أنه 30 يوم بهذا البرنامج، وهو ترى هذا صوم شو يسمونه؟ صوم الخصوص. أكو صوم العموم الطعام والشراب، مو هذه، أكو صوم الخصوص. هذا صوم الخصوص هو الذي يأتي بنتيجة اللهم إني صائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل عندنا هذا المبدأ، وأن نكون صائمين ضيوفا مؤدبين على مائدته، لأن الأدب يحتاج إلى توفيق حقيقة، والأدب هو الذي يرفعك ليس فقط العبادة. شوف أكو مسألة تدخل من خلالها إلى أدب الصلاة، يقولون أن الركوع أدب، الركوع، لذلك أنه دير بالك عليه ما دام أدب. شنو؟ الركوع أدب والسجود قرب، ولا قرب إلا بأدب، إذا ما تتأدب ما توصل. اسجد ها واقترب. في هذا الشهر نحتاج هذا الأدب، أنه موجودة مغريات كثيرة وهو شاهد علينا. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على غض بصرنا، اللهم أعنا على حفظ أسماعنا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم أعنا على الفكرة في الفكر. يا مولاه الفكرة في الفكر مشكلة، لأن الفكرة بعض الأحيان الإنسان ما يلتفت يقول لك أفكر أنا ما عندي شيء طلعت لبرا، لكن دخان هذا، والدخان شو يسوي؟ يسبب الضبابية، يسبب عدم وضوح الرؤية. الإنسان اللي عنده فكرة يفكر هواي مثلا ويقول لك أنا ما دام فكر ما مؤاخذ عليها، ما أحاسب عليها، إذا طلعتها برا أنه أحاسب عليه. لكن العرفاء هكذا يقولون، يقولون هذا دخان، هذا ضباب يحجب الرؤية. ومنهم من عندنا ما يريد يوصل إلى مرحلة أنه تكون عنده باصرته
بصيرته قوية حتى شنو نوصل إلى مرحلة الفراسة. ما أريد نوصل إلى مرحلة أخرى بحيث أنه ننظر إلى الملكوت، لكن ننظر إلى مسألة بعض الناس إذا يشوفك أنت مكشوف أمامه كله. ليش؟ شلون وصل بالباصرة بالقلب؟ ماكو عنده تشويش وصل إلى هذه القضية. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر صياما خاصا يا مولاي، واجعل هذا الشهر المبارك أفضل من الأشهر الباقية من شهورك الماضية. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وحاجة مقضية. اللهم اجمعنا واجمع المؤمنين على كلمة واحدة سواء يا رب العالمين. اللهم انصر حشدنا الشعبي يا الله، اللهم انصر حشدنا الشعبي يا الله، اللهم انصر حشدنا الشعبي وقواتنا الأمنية، شبابنا الذين الآن يعانون الحرب ويعانون قضية البعد عن الأهل ويعانون الأمرين من جراء تسلط هؤلاء الظلمة الذين جاءوا لكي يعيثوا في الأرض فسادا. اللهم شافي جرحاهم يا رب العالمين، اللهم من على شهدائهم بسعة القبر والحشر مع الحسين وآل الحسين يا رب العالمين. اللهم صبر عوائل الشهداء واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. يا رب شيعة البحرين بحاجة إلى فرج، شيعة العوامية، شيعة القطيف، شيعة اليمن، شيعة سوريا، شيعة لبنان، اللهم من عليهم بقرب الفرج يا رب العالمين. اللهم آمنهم في أوطانهم، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.